بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وعدنا حضراتكم نتكلم النهارده عن موضوع التقييم بالمشروعات في السنوات من الثالث الابتدائي الى الثالث الاعدادي. يمكن من المفيد في الاول ان احنا نذكر ان في طرق مختلفه للتقييم. التقييم عموما علم كبير. في طبعا الاختبارات التقليديه التحريريه اللي كلنا عارفينها وكلنا متعودين عليها. في طبعا في حتت أخرى بنعمل اختبارات شفوية أحيانا أو اختبار عملي زي التعليم الفني أو اختبارات عن طريق مشروعات. المشروعات دي بتبقى شكل آخر من أشكال التقييم، بتتعمل علشان أسباب كتير. إحنا في الحالة اللي إحنا فيها اخترنا نعمل تقييم بالمشروعات، مش العنوان اللي هو إلغاء الامتحانات. إحنا ما ألغيناش حاجة، إحنا استبدلنا طريقة التقييم من الامتحانات التحريرية. طبعا ما قدرش نعملها عشان الظروف اللي إحنا فيها. ده واحد من الأسباب اللي خلتنا نروح للمشروعات. السبب التاني إن ده نظام تقييم تعليميا ممتاز، لأنه بيقيس حاجات غير اللي بيقيسها الاختبار التحريري. الاختبار التحريري بيقيس في خلال وقت محدد، ساعتين أو ساعتين ونص، قدرة معينة على استرجاع بعض الأمور. المشروع بيتعمل فترة أطول، بيتعمل في 4 أو 5 أسابيع، وبيقيس حاجات تانية. بيشجع قوي على العمل الجماعي، على الاعتماد على النفس، التعلم الذاتي، البحث الممنهج، تحليل وربط الموضوعات، التعاون بين أفراد الفريق، طريقة العرض، طريقة صياغة الأفكار، مهارات تانية بيقيسها ما بتبقاش باينة في الامتحان الساعتين المحدد. فتعالوا مع بعض نشوف ده بيتعمل ازاي. الفرق بين الاختبارات التحريرية والمشروعات جوهري في عملية التصحيح. الاختبارات اللي كلنا متعودين عليها فيها إجابة نموذجية، بنبقى حافظينها، عارفين الإجابة دي صح ولا غلط. المشروع مش كده، ما فيهوش صح وغلط، فيه حاجة كويسة وحاجة أحسن وحاجة أحسن منها كمان. ففي درجات، إنما ما فيهوش إجابة واحدة، ملوش إجابة واحدة. إحنا بنسأل حد يقول لنا رأيه مثلا في تعامل دولة زي مصر مع الكورونا بالمقارنة مع 3-4 دول كمان. فلازم نجيب إحصائيات، نجيب أرقام، نجيب القرارات اللي اتخذتها الدول ونقارنهم ببعض ونعمل مقارنة ونستنتج نقول رأينا. هنا بقى ده ما فيهوش صح وغلط. لو 10 مجموعات خدوها يطلعوا 10 حاجات غير بعض، كلهم كويسين بس فيهم درجات في العمق، في عمق المعالجة وكده. فنتفق ان ده ما فيهوش إجابة نموذجية. بيتقاس ازاي؟ هو له هيكل، المشروع بيبقى له هيكل، هقوله لكم بعد شوية، اقول لكم هنصلحه ازاي او هنحكم عليه ازاي. بس تعالوا نروح للحاجات الأساسية في الأول. يعني من تالتة ابتدائي لتالتة اعدادي مع مراعاة فروق السن، احنا واعيين جدا لان الطفل اللي عنده في تالتة ابتدائي هنطلب منه حاجة على قد هذا العمر غير اللي هنطلبها من اللي في تالتة اعدادي. بعد ما قلنا كده، اهم نقطة نعرفها دلوقتي انه لكل سنة دراسية من تالتة ابتدائي لتالتة اعدادي الطالب او الطالبة هيعملوا مشروع واحد للمرور الى السنة الاعلى، وليس مشروع في كل مادة. اللي كان بيتكتب على الانترنت بقالنا 2-3 أسابيع كله الحقيقة جانب الصواب، يعني بعيد قوي عن الحقيقة وكلها نوع من التوقعات. فعشان كده دايما بنقول لكم ما تستمعوش إليها إلا لحد ما نقول لكم. الطالب في 4 ابتدائي، في 5 ابتدائي، في أولى إعدادي، في كل السنوات دي هيعمل مشروع واحد للتخرج من هذه السنة. هذا المشروع هيكون متعدد تخصصات، يعني بيمس اللي تعلمناه في العلوم وفي الرياضيات وفي اللغة العربية وفي الدين وفي التربية الفنية، بنجمعه في موضوع معين، بيبقى موضوع بنعلق عليه من خلال تربيط الحاجات اللي اتعلمناها. فبيدينا فرصة نعرف اللي اتعلمناه ده ايه علاقته ببعض وايه علاقته بالحياة، وبنعمله مش لوحدنا، بنعمله في مجموعات. ممكن الطالب يعمله لوحده لو حب، او يكون مجموعة فيها 4 من زمايله بحيث يبقوا كلهم 5، الخمسة يعملوا مشروع مشترك، وده فيه تعلم أكبر على إدارة الفريق وتحديد الأدوار وكده. تعالوا ناخد مشروع نموذج عشان نتخيل احنا مثلا هنعمل ايه. تخيلوا ان احنا في مثلا أولى إعدادي في مشروع عنوانه ايه اثر المناخ في حياتنا مثلا. فاحنا تحت هذا العنوان
هنسأل بعض الأسئلة اللي إجابتها مستوحاة من المواد المختلفة. يعني مثلا نقول إيه لو هنربط بالرياضيات، فنقول اجمع بعض الأرقام الإحصائية مثلا المعبرة عن نسبة التلوث وأثرها في الكرة الأرضية، ولما تجيب الأرقام دي حطها لنا في صورة شكل بياني وطبق ده على مصر مثلا. فهنا لازم أروح أدور على المعلومات دي في حاجة زي المكتبة الرقمية اللي احنا خليناها موجودة، أو في كتب، أو في كتب كتاب المدرسة، في أي مصدر متاح إليك. ممكن نسأل تحت نفس العنوان اللي هو أثر المناخ في حياتنا، تخيل إنك في رحلة نيلية مثلا من أسوان لدمياط، إيه الأقاليم المناخية اللي عديت عليها أثناء الرحلة دي؟ الإجابة على السؤال ده هنلاقيها لو دخلنا في الكتاب بتاع المدرسة، وهنلاقيها لو دخلنا في المكتبة الرقمية موجودة بصور غير بعض. ممكن احنا كفريق بقى نصيغ الرد على السؤال من خلال المراجع اللي لقيناها. مثلا نتخيل ان احنا في رحلة للفضاء الخارجي بقى، مش رحلة في النيل، ايه نسب الغازات الموجودة في الغلاف الجوي واثر زيادة غاز ثاني اكسيد الكربون على حياتنا مثلا؟ دي برضو نروح للمراجع هنلاقي ده احنا اللي هنصيغه بقى في الاخر. فده مثل بسيط، وهيبقى في أمثلة تانية. ممكن يبقى في مشروع زي ده عن دورة المياه مثلا، المياه ازاي بتتبخر وبتعمل سحب، والسحب دي بتكثف وبتعمل أمطار وحاجات كده، وازاي تتكون الأنهار وبتصب في المحيطات، موضوع تاني. الطالب هيجيله لو احنا في أي سنة دراسية من السنوات ما بين تالتة ابتدائي وتالتة اعدادي، هيجيله لستة فيها 4 أو 5 مشروعات يختار واحد منهم. فمش بس هيبقى عنده مشروع واحد مفروض عليه، لا، هيبقى عنده اختيار من 4 أو 5 اختيارات، هيختار واحد ويشكل مجموعة ويشتغلوا عليه. الهيكل بتاع المشروع اللي هيقدمه لنا هيكون، هنديه لكم طبعا مع المشروع صورة للهيكل ده تمشي عليه، نكتب العنوان، نختار عنوان للمشروع اللي هنقدمه، ونكتب الأرقام التعريفية أو الكودز بتاعتنا كطلبة، مش أسامينا زي رقم الجلوس كده، نكتب كود الطالب، وبعدين نكتب مقدمة بسيطة أو ملخص للمشروع اللي هنقدمه، تحتيها جسم المشروع اللي هو فيه الردود بقى على الأسئلة اللي احنا ديت لكم نموذج منها، دي عناصر البحث يعني أو عناصر المشروع، وبعدين النتائج أو الملاحظات اللي احنا اكتشفناها كفريق يعني، وفي الآخر مهم قوي المراجع اللي استندنا إليها. لما نذكر حاجة في أي إجابة عن الأسئلة دي نكتب جبناها منين، دي لقيناها على المكتبة الرقمية، دي جبناها من الكتاب اللي اسمه كذا، أو جبناها من الموقع اللي اسمه كذا. الفكرة هنا مش إن أنا ألاقي حاجة أخدها كوبي واروح منزلها عملها بيست، مش الفكرة كده. فكرة إن احنا نفكر مع بعض كفريق ونقول رأينا الجماعي بلغتنا، نصيغه، نعتمد على المراجع مش ننقل المراجع، نتعلم منها ونعبر عن رؤيتنا للمشروع. طبعا اي حد سمعنا ممكن يسأل، وده اللي في ثالثة ابتدائي هيعرف يعمل كده؟ يعرف لما السؤال يبقى ابسط، والشكل هيبقى ابسط لبتاع ثالثة ابتدائي عن بتاع ثالثة اعدادي طبعا. فهتلاقوا فرق في المشاريع بيراعي الفئة العمرية، ولكن بذور ان هو يشتغل في مجموعة ويدور على المعلومة ويربط الرياضيات بالعلوم بالدراسات الاجتماعية ممكن نتعلمه من واحنا صغيرين. احنا يوم الحد 5 ابريل ان شاء الله هننزل على موقعنا وعلى موقع على موقع الوزارة وعلى كل المواقع فيديو توضيحي اللي مثال من ده، ناخده من الالف للياء. يعني نتخيل ان احنا بنحله مع بعض، وازاي هندور في المكتبة الرقمية، وازاي هناخد المعلومة وهنصيغها عشان ترتاحوا اكتر للفكر. يوم الخميس 9 ابريل هنعلن جدول المشروعات. جدول المشروعات اللي هو هيبقى السنة الدراسية وقدامها 5 مشاريع مثلا اللي هنختار منهم، السنة تالتة ابتدائي وبعدين رابعة وبعدين 5 و6 كده. الجدول ده هننشره على موقع الوزارة طبعا وعلى السوشيال ميديا، وهننشره كمان مطبوعا في الجرائد القومية. يعني الجرائد القومية هيبقى فيها نفس المشروعات والتمبلت أو المسطرة اللي هنكتب بيها المشروع، عناصر المشروع. السؤال طبعا الناس كتير بتسأله، طب انا لو ما عنديش انترنت؟ احنا ما ذكرناش الانترنت في الموضوع لحد دلوقتي. هو الفكرة كلها سؤال ومراجع، وهنجمع المعلومات ونكتب تقرير. لو انا عندي انترنت اقدر ادخل على المنصة اللي هتبقى في المدرسة، هلاقي عليها المشاريع،
لو ما كنتش عندي الحاجة دي ممكن أخدها من الجرائد القومية. بس لو أنا عندي إنترنت ممكن أدخل كمان على المكتبة الرقمية اللي هي أهم حاجة تهمنا في الوصول إلى الإنترنت. عشان كده إحنا كمان عاملين حسابنا نشتغل مجموعات، ممكن واحد بس من الخمسة يقدر يخش على المكتبة ويدخلوا معاه ويجيبوا المعلومة ويشتغلوا عليها. فأي واحد بالخمسة، مش لازم كل الخمسة. لو الخمسة كلهم ما عندهمش إنترنت برضو ما فيش مشكلة، هنلاقي المشروع وهنلاقي الإرشادات نشتغل عليها، مراكون كتب المدرسة وأي كتب أقدر أشتريها من المكتبات العامة، زي ما كنا بنعمل بحث طول عمرنا قبل الإنترنت، أروح مكتبة وأخد منها المصادر اللي تهمني في الموضوع ده. فدول الفرق بين الاتنين، اللي هيعملها على ورق هيكتبها بإيده أو حد من المجموعة يعني، هيصيغها وهيقدمها لمدرسته، مدرسته هي اللي هتحملها على المنصة عشان تتواجد إلكترونيا. احنا عاوزين ليه الحلول تتواجد إلكترونيا وعاملين منصات وكده؟ عاملين منصات لأسباب كتير، منها التواصل بين الطالب والمعلم وولي الأمر، وده مهم، والوصول إلى المشروعات والنماذج والحوار بيننا، والوصول أساسا للمكتبة الرقمية. بس احنا عاوزين في الاخر حتى لو اتعمل ورق يبقى الكتروني. ليه؟ لان احنا مش هنخلي معلم الفصل مش هو اللي هيصلح المشروع، يعني اللي وضع المشروع هو الوزارة مش معلم الفصل. والليست اللي هتنزل يوم 9 ابريل فيها خمس مشاريع لهذه السنوات الدراسية اللي هم 7 سنين، يعني 35 مشروع، كل سنة ليها خمسة هنختار منهم. احنا عاوزين الاجابات الكترونية علشان نقدر نوزعها على معلمين مختلفين، كل مشروع بيبص فيه من 2 إلى 3 معلمين لان هو فيه تخصصات غير بعض، فبيبصوا عليه بيدوله كده مش نمر بس بيدوله تقييم، ده مقبول او غير مقبول. واهم نقطة نفتكرها ان المشروع اللي عملته الوزارة واللي هيصلحه ليس معلم الفصل، معلم الفصل دوره ارشادي للطلبة بتوعه من خلال المنصة او انهم يتصلوا بيه باي وسيلة يساعدهم، يعلمهم فكرة البحث، يسألوه ازاي نكتب الموضوع ده لو كانوا محتاجين رأيه او يفهموا منه الموضوع نفسه. فعشان كده بحاول اقول لكم ان الفكرة هنا مش ان نخلي حد يعمل لنا المشروع، هو التعلم كله جاي من ان الولاد تعمل المشروع. مفيش حاجة دي سنة نقل عادية خالص، معظم السنوات دي سنوات نقل عادية مش محتاجة نقلق منها ولا اي حاجة. احنا مديين بدل الامتحان بتاع زمان اللي كان ساعتين وبنقعد نحفظ وبتاع، مدين 5 أسابيع عشان نقعد كفريق مع بعض، كتاب مفتوح وعندنا كل المصادر ونصيغ رأينا وكل الآراء مقبولة. الهيكل اللي أنا قلته هيبقى قصاده لما يتنشر لحضراتكم يوم 9 إبريل العناصر اللي احنا هنبص عليها. هنقول مثلا احنا بندي يعني علامة صح على العنوان الجيد مثلا، أو إن واحد التزم بعناصر المشروع، أو إن الحتة فوق المقدمة كانت لا تقل مثلا عن 100 كلمة، أو النتائج لازم يكتبها صح، أو المراجع لو كتب المراجع يبقى له علامة صح. فيبقى في مثلا 10 عناصر، لو عمل 5 من 10 مظبوط يبقى المشروع مقبول، فأكتر من نص الخمسة أو 6 من 10 المطلوبين. فهو ما فيهوش حاجة تقلق ولا تخوف ولا في صح وغلط مطلق. الفكرة إن إحنا بنتعلم إزاي نتكلم حوالين موضوع نربط فيه كل تعلمناه، وفي نفس الوقت نستخدم مصادر ونفكر منهجيا ونشتغل مع بعض. دي كل الفكرة. المواعيد يعني الرسائل الهامة: مشروع واحد لتخرج كل طالب من سنة إلى السنة الأعلى، المشروع نتيجته هتكون مقبول أو غير مقبول، مفيش درجات بالأرقام. وفي نفس الوقت يوم الأحد 5 إبريل في فيديو توضيحي هيساعدكم جدا، يوم الخميس 9 إبريل هيكون الجدول منشور في كل حتة عشان تختاروا منه وتبدأوا إلى 15 مايو، عندكم من 9 إبريل لحد 15 مايو في جميع سنوات النقل وأبنائنا في الخارج يعملوا فيه هذه المشروعات. واعتقد تبقى موضوع ان شاء الله يمشي كويس، بس ياريت بقى في ضوء اللي قلناه نتأكد ان مفيش حد ابدا ابدا مضطر يستسلم لاي مخلوق بيطلب منه فلوس عشان يعمل له مشروع، مفيش حاجة زي كده خالص. وعلميا واخلاقيا وتربويا ده غلط فاحش، مفيش حاجة اسمها حد يعمل لنا المشروع. بنناشد اولياء الامور يتأكدوا
ان ولادهم يشرفوا بس ان ولادهم اختاروا المجموعه وبيشتغلوا وحتى يتكلموا معاهم في المشروع ده جزء من التعلم كله الا اني ادي المشروع لحد يعمله لي. لو انا بديه لحد يعمله لي يبقى انا ما اتعلمتش حاجه خالص. المساله مش محتاجه ده لان احنا جايين نتعلم، لا هي سنوات فاصله ولا اي حاجه خالص، بناخدها بهدوء شديد واعتقد الولاد هيستمتعوا بيها. بس يا ريت ما نستسلمش لاي حد بيضغط علينا، مفيش حد هيقدر يضغط علينا لان التصميم بتاع المشروعات ما بيسمحش بهذا. فان شاء الله تمشي كويس وتبقى خطوة جيدة في طريق تطوير التعليم المصري. وشكرا جزيلا لاستماعكم.